ومرحبا مرحبا في حلقة الدفاعات وأسطول الدفاعي وترتيب الخطير مسوي جدران. الحين الحلقة الماضية اللي كان متابع اكتشف انه مكان الأعداء سيارتي وين، بس الحين بسوي الخط الأول في حال لحقوني ما باهم يلفون، يعني عادي يلفون بالغلط، ترى الأشياء مش ذكية وايد يعني يلفون بالغلط آخر شيء وهقوني أنا. ليش؟ لحظة خلني بهذا هني، زين حطينا بوابة هني، حطي كمل جدران، حطينا بوابة بثلاثة، ما أعرف بس أحس ثلاثة قياسة حلو الصراحة، ونحط الجدران هني لأن في مرحلة من مرحلة أكيد بيلحقوني. وين التطور مالنا صار؟ تطور سلاح شوتجن، ما بستعمل شوتجن انا الصراحه، ما بشوتجن والتورت هنشوفه بقري التورت دمج. ثلاث بوابات خلصن بواباتي، سوي 10 غير ما علي. هذه القاعده الاولى طبعا، والقاعده الاولى خل بوابات نتجهز، ما باهم يتفلسفون علي. لحظه خلنا هني عندنا منطقة قابلة للمسح، شوي تحمست من شفت اعداء لان بنا امسح منطقتهم بسوي مصنع هناك، ترى مصنع البترول بيكون مالي فوق، ما بخرب في شيء ثاني. انا توي سويت شارع حق السيارة، بس الصراحة متعايز انتج كل هذا من الحصة، فشو بسوي؟ بسوي خط انتاج من وين؟ خلنا نركض. ايه حبيبي وين صار؟ تعال 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 حبيبي تعال روح بالشباب. لا تروح عني، لحظة خلنا نكمل دام عندنا بوابات. الحين طبعا ما بحطك المكان، لكن خط دفاع اولي بس انه يكون على الاقل يعني بالاسم يدار عندي. ما انت تبون الصدق؟ خلنا نغير الخطة، مو معجبتني الخطة ابدا 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 ابدا، ما عجبتني الصراحه، مش عجبتني. لان اذا بسوي دار حول المكان ما بخلص. هذا شو يعطيني؟ بورتابل سولار بانل. ما ادري اذا بنحول سولار الحين، لا ما بنحول سولار الحين، بس انرجي شيلد اكويبمنت. اوكي شكله نايس. ما عندي اسود، ما عندي اسود، ما عندي ميلتري ساينس. ميلتري ساينس الحين ما سويناه. وطاقه نوويه، محرك بخاري، خلنا نطور فعاليه المراكز البحث مالنا. اخبركم انا بقول لكم ليش معي بنا، لانه بياخذ مساحه وايد وانا ما بياخذ المساحه مني، فبحط مراكز دفاع محمية بجدر وبجربهم، بنصير نسحب شوي اعداء وبنيبهم. شو رايكم؟ ابى شوي بليت انا. خلنا ندخل داخل منطقتنا الحبيبة، نستعملها عسبي ودينا اقرب. لحظة انا وين ساير؟ وين ساير انا؟ ايوه والصندوق وينك؟ شكرا. ليه سبعة بس؟ وكبر بليت، خلنا نخمل بقعة. أبا خمسة بس، أدري خط حق ثموني وأبا خمسة، أعرف أعرف لا تحتشرون. شو بنسوي؟ بسوي مراكز دفاع قوية، يعني بدل ما أنا أسير والعوز عمري بسوي هني، هذا بحدده مركز دفاعي. أوكي حلو، خلنا نحط هني البوابة مثلا. لا 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 بوابة سكارة هاي. اوكي عندنا كونكريت صح؟ وين كونكريت مالنا؟ كونكريت بيكون في، انا سويت كونكريت هو. في يبالي كونكريت ستون بروك، يبالي ماي ماي ولا ماي، ما
على ماي ما ابو ماي. اوكي خلاص ما ابو كريت الحين بحطي هني هذا حطي اثنين عندي عندي رصاص عندي خلنا نسرني بعضا من ربع زين خلنا نسرني بشوية منهم عندك تست عليهم اخ دعمت ها بيلعوز انه انسائر عارف واي بتوايد جبت وايد لا توقفون اهم شيء لا توقفون تعالوا وراي تعالوا وراي شت استوى اللي خايف منه تعال اوكي دعمت الاداره دعمت كل بس مية مية هذا معناه تسوي لمراكز حمايه شيء ناجح نقاط نقاط تفتيش هاي لا في حال بغيت تدخلون ايام هناك بتوهق خلنا نسوي كبرى بوابه هني اوكي ونبغى داخل شاش. انا ليش ما جبت اي رصاص خبروني ليش ما جبت رصاص ليش انا عندي تاج رصاص شغال هار الحين نبى مكان الحديد اللي تحت بنسوي فيه تاج رصاص والرصاص حق ملتري ساينس وكل شيء بنسوي منه خلي اشيل شوي زياده مو مشكله خلي ينتج هذا تعال اركب على البلد مراكز الدفاع هاي بتكون مفيده احس الصراحه فايدة مش طبيعية خلك فل فل الفل لحظة ليش ما يجيب كيبل كهرباء هني زين حطي ليت كون منور زين هني عندي احس ان شوي دفاع موجود هني دفاع موجود من قبل اوكي الحين بنوسع اللي هو لازم ندخل على الخط هذا خط ثاني المشكله يوم ما يحصل من هذيل يحطون ورا فالحل الثاني لحظة إذا أسوي بالعكس من ورا إيه برسيرش ثاني وحطي آنوز بالعكس بيوزعون بالعكس بعد هل نستكشف النظرية هاي لأنه بسوي هاي مثلا أوكي الحين بنبدأ الدفاعات الخطيرة زين بحطي هني صندوق على سبيل المثال بنحطي هني ار بنحطي عمود كهرباء لا تسأل بس لا تصيح علينا وتريا هذا يجاز انا ليش لحين قاعد اسوي مليون تورت كنسل التورت هي خلنا كنسل التورت ولا هو يباله تورت اصلا هي هو يباله تورت يخرب بيته يباله الريسيرش ماله وايد توتال رو شوفوا يبقى فحم يبقى حديد يبقى ستيل وكله تحت موجود ترى عادي وهذا اظني لو انا انتجته بروحي تكون خطيرة اول مالها اخر مشكلة مش مشكلة انا بنتجه تحت لكن لين يوصل هني ترى شغلانة يوصل هني شغلانة بس شكلي بنتجه هني لان عندي هني فحم عندي رو هني ستيل عندي ستيل فيبا قنتورت فيبا قنتورت وين صار هني ترش يبا يبا كل شيء رخيص لا شكل لازم نسويه هني ونمده من هني لين اخر الدنيا
او بس المصنع يجي تكامل فوق خلاص. انت ليش ناشبين هني حق العالم؟ وين اف انا وش فيه سطلق النار على عمري. زين ولو افتراض سوينا انسيرترز بالعكس، اوكي هذا بيبدا شغل سكاره. ضيعوا ترى واحد يحطي واحد يشل. زين لتشل لتشل خلاص اوكي لتشل 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 خلاص لتشل ما له داعي تشل بسيط. انت بندبر موضوعك بني بواحد بهني دفك هني بسوي حركة الجانكشن مالنا هاي وبنمشي الامور. ما عليه مركز الابحاث هذا يسوي مشاكل حق الواحد بس خلنا نسوي مركز دفاع الباقي مالنا. يبالي مركز دفاع هني بس حق وناسة. ايه قلت بس حق وناسة في حال اني دورت مشاكل وبغيت درب شردة ما قدرت اشرد ما قدرت اشرد حصل المكان. هاي يسمونه خطط مستقبلية. ما عندي قنتورت استهلكتهم. احلى اصدقاء انتو في العالم سيدي تخلصون يعني ما عندكم وقت. مشكلة يبالي قنتورت الحين حق الريسيرش اللي بعد يبالي قنتورت بروحه. بس شو بسوي فوق؟ ليش لحظة في 200 هذا؟ اي والله في 200. انا اخبركم شو الخطة الحين لان انا عندي بترول زايد هني. وين اجيب حديد لين هني؟ عندي هاي لهني. انا ادعم كل شي بجيب العيد. خلنا نستكشف نقدر نجيب مكان. هذا حديد وبرونز ويورانيوم بعد. يا حبيبي يا حبيبي هاي يورانيوم اللي هني. في فحم في بترول وهوبك بعد عداء غير عداء ثانين. يعني لازم نسوي هني مكان. ليش ما نسوي قطار؟ قطار مسافة حسن ما تستاهل ولا تستاهل؟ تستاهل المسافة؟ خلاص بعد ما اسوي البحث العلمي الحين حق الدفاعات بجيب هذا من هني بسويه كامل من الزيرو هني. اوكي وبنمده لين وين؟ بنمده من تحت هاي لهني بني بسيده بندمجه مع مركز الابحاث مالنا. شو رايكم؟ انا اظن هاي الطريقه الحلوه حاليا اللي بنشتغل عليها. انزين خلنا نبدا نسوي لينات. اذا هذا المكان كفانا زين. هذا من الحين مسكين مش ملحق يعبي شكله. الحين مش ملحق. خلنا نشوف في عندنا شيء ثاني قريب. كله مسكره شكله يا جماعه. في غير الحديد اللي فوق اذا تذكرونه قلت بشتغل عليه بعدين ما اشتغلنا عليه تذكرونه. بس لازم يكون حذر هني لان عادي اكسر. شو هي عادي اكسر كل شيء عندي انا. اوكي كسر سامانه ويا ابوك.
اوكي قمت قايس لي شوي حلو. هذا تنظيف كامل تنظيف كامل، هذا تنظيف كامل، بس الحديد اللي هنا ما يقزر ترى، شكله بايب الحديد اللي هناك خلاص تنحت وياي. هذا خلي حق خط الانتاج الحالي، وهاي يمكن عقب ينفعني، بس خلاص بيب الحديد اللي هناك. انزين شو نبغى نحن؟ نحن نبغى نكون مستعدين، ما نكون مستعدين. نايت فيجن، خلنا نجرب النايت فيجن نشوف نسوي لنا نايت فيجن يا جماعة. انا ليش عندي للحين انا وين عقد سيارتي؟ سؤال، ما عقد سيارتي حد يعني، واحد ينسى قلاص، ينسى ماي، ينسى عصير، انا ناسي وين حطيت سيارتي. خلاص هو شي يبغى الانتاج هذا كله فحم. اوكي مغيرة بيب هذا الانتاج اللي تحت صح، بيبهم على خط واحد، بسوي المصنع مالهم هني. زين اخ كل في دعم، خلنا ننزل السيارة لحظة، عندي قنابل شكرا، فعالية سريعة، ما عندي ملتري، ما عندي هذا. خلنا نكمله صديقنا، يزيد اويل برودكتيفيتي مالنا. زين الحين بيستوي شوي خربطة، ليش؟ لاني ابى استعمل بترول في اغراض اخرى. انا ليش قاعد افجر هيل ما اعرف، لا تسألوني، ما حد يكتب ليش، ما اعرف افجر، ممتع، مجرد انه ممتع. كل ما تشوف العقبة احمر بسير، ترى غالي ها غالي، بس وقف. اوكي ابى امد لهم اوفر هيد لاين، يبقى لنا 5 6 خلهم عندي قبل، ونبى هاي 6 ما يكفون والله. لو شو اليورانيوم انا الحين مو منهم فايدة حقي، ما بعرف استعملهم، بس هايل انا اعرف من وين اسرقهم، بدل ما قاعد انتج الحين قاعد ساعة انتج شو هايل. هاها مرحبا اصدقائي، ايش حالكم؟ افا بروح عند دار منكم فقر. هذا ليش في نقص بمبات؟ سؤال، عندي نقص جيرز لان اشتغلن عندي وايد مصانع حق هذا. في عندي نقص هنا في الجير، النقص مش في الحديد. اوكي ما يقعد هنا هذا، نو بس لا في نقص في الجير، الحين في نقص في الجير لهالسبب. مع ان الاخضر شغال على فكرة اكثر من غيره، بس مراكز البحث مالي ما بتشتغل بالطريقة هاي، كلهم شغالين عندي 7 شغالين، 7 بس يطولون نعم منهم يطولون. خلنا نحط هذا هني،
بعد نحتاج ننتج. نبغى الريسيرش ما يوقف. اي بالريسيرش يوقف ما يستوي. انتو شو ما تسوون مفروض ما يوقف عندكم الريسيرش. شو ما تسوون مشكلتكم انتو الريسيرش مش مشكلتي انا. خبصون تسوون تسوون اسوي الريسيرش. قيور فيه قيور ما فيه. هذا الشيء انا وهكت عمري في مكان القيور هذا الخايس. انا وهكت عمري جدا موهق نفسي. راصلنا رصة خايسة. زي خلنا اسوي شيء ثاني. هني بعد مكان صعب اذا بيجيب واحد اندر جراوند من هني لين هني. اندر جراوند ما بيطلع على الصوب. اذا بيجيب للقيور شكرا ماينك برودكتيفيتي سولي. الحين اشوفوا هاي اللعبة واحد يبي يسوي شيء ينتهي يسوي شيء ثاني. نعم ويلكم تو ذس جيم. لحظة واحد من هايل يحل المشاكل كلها. حلو ما بيحل كل المشاكل. لحظة ما بيحل ربع المشاكل بس بيطلع روحنا. هل بيسوي اوكي؟ لا لا اوكي زين. نسوي بالطريقة هاي زين. سوينا ممر شو جباري. سوينا سبليتر. ما متفيق تقول لي ابتبع السيركت ولا غيره ترى فاقل لك من السيركت لين يوم السيركت. سبليتر زين. هاي وزعهم بتساوي الاساس ان في فرق على اساس اني سويت شيء صح. اوكي مو مشكله مو مشكله. بس اهم شيء انا عندي مدخل حديد هني. مدخول حديد كل هذا تجهيزا على فكره تجهيزا. عندي هني ممكن استغل مدخول حديد ثاني بعد. خل هذا يزيد الانتاجية هنا. نبغى انتاجية ذاك الصوب. انتجوا حصل شيء في الدرف سويته. لحظة انزين بتجيب هذا هنا. طلع هذا من وين. بوصل هذا هنا. اوكي ما عندي اندر جراوند بلت. لازم ينقصني لازم لازم. ما اعرف ما ينقصني. ها مش انا. خلنا شل 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 ده بتاعي. خلنا نسرق. صبر صبر لا 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 صبر 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 صبر. كلكم كنسل. ابو هذا بعدين انتو. ها نبو هذا. هذا يكون حلقة الوصل مالنا اصلا. نبغى هذا هني. نبغى هذا. نبغى هذا هني يطلع من هني. نبغى هذا هني يطلع من هني. نبغى نحط مكانه.
مش بالطريقة هاي، نبغى بالعكس. شوف هني تبدأ الواحد شوية يشتبك بالأفكار. اوكي، الأفكار الزايدة شوية تلعوز الواحد. تلت تسحبني هناك، تسحبني الله يرضى عليك. خلنا نسوي اللي نبغى. شكرا، اتمنى اني جبت القياس صح، اتمنى يعني. مش هذا مجرد امنية، امنية اني قايست له صح. كله اساس شو؟ اساس ان التاج القديم مالنا حطيت اساساته غلط، اساساته غلط، والحين تلعبست. هو بينقص على فكرة، انا عندي احساس انه بينقص، انها كم بيسوي قنابل مسكين، تعب اظني. ولا فل؟ هي فل بس. اوكي خلاص، فل ممتاز. خلى فل ما بينتج اكثر اصلا. ينتج اكثر بيلعوزنا. حله بسيط، حله بسيط. لك عندي هي بعض الأوقات هي أبسط الشغلات تخلي الواحد يسوي وايد شغلات ما كان مسوينها قبل. الحين نبغى اثنين من هذا أساس إنه بيحتاج تو بليت. مفروض إنه لا، المفروض زين، بس أنا ما قاعد أعتمد على المفروض. المفروض إنه يشيل الاثنين أصلا الواحد، فأنا مش معتمد على شو مفروض، أنا معتمد على اللي أتمناه يستوي. أوكي، هاي اللي بيسحبون كل شيء. الحين بيسحبون كل شيء. خلاص. لازم إني بحديد زيادة هني. مشكلة ما في حديد أصلاً أنتج منه زيادة. خلاص زمننا بيكفي، اتمنى انه يكفي الانتاج. هذا مصير انترس يعني، مش انه هذا التصميم بشع الصراحة يا جماعة، جدا بشع بالنسبة لي على الاقل. انزين احنا لازم القيورة هني تبدأ تتعبى. اشوفها ايه، قامت القيور تزيد شوي شوي. لما قامت تزيد امور طيبة، بدأ الانتاج تستوي. اوكي هم اعرف سالفته، لكن مسير الريسيرش مش ما اعرف سالفته. هذا كان ما في حشيش يسوي حشيش، انا انسان قاعد اقطع الحشيش، تقول لي تعال ازرع حشيش. اسميني سحبت كمية من هذيل، نبو الاوفر هيد. هي اوفرهيد لازم نمده في واحد من هذيل. ما اعرف انا الوحوش في الليل يتمشون اسرع ولا ابطا. احطه قدامي لان ادعمه صح. والله خلص بسرعة مستلزمات القطار. أيوة هاي فائدة الأوفر هيد لاين، حتى ستة ما احتاج انا. اخ دعمته، قلت فايته وشكله كنت بيجيب العيد. شو بدي اسوي؟ انا بخبركم ليتات شوي.
ليش ان هذا مو بدعم اخر الليل ونتمشى والاوتوسيبي اخر بالدنيا اتمشى على الاقل اشوفه بالليل عندي قنتورت ولا اسوي له واحد في واحد هني بولا ليت هلا مبركنا هذا هني شو ناقصني ناقصني جيرس بعدني ناقصني جيرس لازلت خلنا نزيد زين اوكي قبت اخذ مصدرين غير حقه اتمنى يكفي يعني لان الخط هذا اوكي ترين ستوب هالسوالف مو بحتاجهم الحين بس يمكن كومبات روبوتكس هاي الحلوين بس يبالي انا الحين ابدا انتاج خلنا اسوي فلويد واجن والله حلو اذا اسير يبلي بترول من بعيد حلو بيسكس عم بيقول لازم احطي اشاير احطي كذا احطي هذا احطي ذاك ترين في فرقين لا مابا عقب الحين هذا الخط اظني فل ولا لا مش فل علي استهلاك مش طبيعي والله استهلاك مش طبيعي عندي ترى يعني مش ملحق يوصل لهاي حتى يسوون الموتور ساي الانجنز المساكين مش ملحقين يحصلون جير بعد ازيد انتاج جيرز خلنا نشوف كم ياس شل من الانتاج هو اصلا هذا بول جيرز لا والله بعدها يتحمل وايد مش وايد بس بعدها يتحمل يعني ممكن نحطي واحد هني نبقى كابل كهرباء والله ما عندي شيء حتى اسوي له كابل كهرباء لا وروني فقرة اشوف هنا بديت احتاج من الحين ماتيريالز بعدين يوم بحتاج صدق ماتيريال شو بسوي لا تعبي الحين ها شوفي كم انا حاطنك حق بالعكس مش حق هذا والله يبالي اسوي خطر اني تي ولا تي الحين في كل الاحوال راح احتاج اسمه يلا خلنا نشيل اثنين ونطلع واحد وعندنا عن طريق هذا اوكي وابوك لحظة حصلت الدرب هذا هني اوكي والنيب هذيل انا اشيل هذا هني وهذا تعال انت تجير وهذا انت تجير اذا هذا ما يكفي ما اعرف ايش يكفي بس خلاص كم جيور بقعد انتج لكم انا المهم بدينا على الاقل في بدايه في سمع صوت الجنار سير الباركن مال سوي له باركن الموتر صبر مسوي لهم قنتورة هناك خلنا نشيك على المكان هذا بما انه نهار زين نحطي حق العواميد الليتات لان انا عارف بدعمهم اخر شيء خلنا احطي لهم ليتات قبل لا ادعمهم اخر الليل بوسع المنطقة شوية هناك ما بخليها نفس الشيء
يبالي احط على كل واحد قنطور تي وحاطه. شو رايكم؟ حطوا لي في الكومنت تحت هل راي طيب راي مش طيب راي زين راي تعبان راي ممتاز زين. يعني هذا بعد على الاغلب راح يكون كمية ممتازة لكني مش مقتنع بعدي. فأبا مسخة وهذا بس. هالمرة بنبدأ المصنع الجديد بشكل ثاني صراحة. أنا ما عجبني التخطيط الأولي فالحين يمكن أصلا ليش ما نسوي مرة واحدة مصنع كامل جديد؟ كم مصنع جديد من الأول وجديد مرة واحدة. مصنعان ممتاز. صبر بيتكم السالفة الحين مزين. خلوها على الحلقة الجاية ان شاء الله. هاي كانت بداية الدفاعات وبداية الامتدادات الضخمة. بس الحين المصنع الجديد يبغى له ترتيب ثاني الصراحة. انا ما بحط كل حشرة في حلقة واحدة لان الموضوع ما بيخلص. بس تقول الحلقة ساعة ونص ساعتين وما بخليكم ساعة ونص ساعتين تطالعون الحلقة. فإلى حلقة جديدة إن شاء الله ونشوفكم في الحلقة القادمة.